كثير منا يؤذون الآخرين بالكلام لذا علينا عندما نتكلم أن نضع أنفسنا مكان المستمع بل بعضنا يستعملون المنشار في مصطلحاتهم ويطلبون من السامعين ألا ينزعجوا أيضا الله عز وجل قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الله عز وجل قال لموسى فقولا له قولا لينا وهو فرعون ذاك وهذا موسى لذا لازما علينا أن نستعمل الكلمات اللينة لأنها تقرب القلوب ونتجنب من كلمات الضيقة لأنها